السلام عليكم، سميتي عمر الحسوني، طالب سنة سادسة طب في زاباروجيا. كنا كنقراو عادي، واحد شويه بداو التصعيدات بين روسيا واوكرانيا. الجامعات ديالنا كانوا كيقولوا لنا بلي راه ما كاين حتى شي مشكل، جلسوا بحالكم، في حين ان القنصليه ديال المغرب كتقول لنا خصكم تخرجوا بحالكم من اوكرانيا. الجامعه كتقول لنا اللي خرج غادي نطردوه. عليا حنا بقينا تما جالسين، بيان سور انا اخر عام تما عندي باش يلا غادي نسالي، يمكنش انا نخرج داك الساعات بلا حتى شي تاكيد ولا شي حاجه. كنا جالسين نهار اللي لقاتنا الجامعه بانكم تقدروا تمشيو بحالكم، قطعني لي بيه لغد ليه لقينا المطارات كلهم تسدوا. مشينا للمطار كنلقى المطار كلشي مسد. داك الساعات بداو لي سيغان كي في اوكرانيا كامله، في خاركوف، في زاباروجيا، في بلايص واحد اخرين. كنا كنتخبعوا في الملاجئ اللي من تحت الارض، مع كتقولي سيغان كتهز الساكاطو ديالك اللي فيه الماكله والماء ديالك وكتهبط كتخبع. بقينا بحال هكا كنستينو زعما انه مغربي يدير لنا شي اورغانيزي شي حاجه باش الله يخرجونا من المود اللي حنا فيهم. ما كانت حتى شي حاجه، شدينا الترانات وخرجنا بحالنا ديك الساعات باش نمشيو الحدود ديال بولونيا. نمشي الحدود ديال بولونيا لقينا تما كارثه، يعني باش توصلك طاكسي للحدود ما يمكنش، كاين واحد الصف ديال الطوموبيلات اللي طويل بزاف اللي ما مريتش في حياتي في صف بحال هذاك. ضربنا 50 كيلومتر على رجلينا في البرد والليل، ضربنا واحد المسافه اللي كبيره وكان الثلج كيطيح. ملي وصلنا الحدود ديال بولونيا لقينا القضيه مكفس، هو انه كاين تما صفوف هاد عباد الله اللي بقيت انا بعدا في الصف يومين وانا واقف في الصف. التليفون طفاو لينا، وليدينا مخلوعين ما عارفين حتى شنو كنديروا ديك الساعات. منين خرجنا بواحد الحاله النفسيه مزريه. الناس اللي كانوا معنا كاين دابا باقي كيجي دي كوشمار، كيفاش كيسحب راسو راه باقي في الحرب. كاين بنات اللي كانوا معنا اللي ما قدوش انهم يكملوا الطريق، راه يبسي باش الله كملوها. ملي وصلنا للمغرب وزارة التعليم العالي قال لك باللي غادي يدمجونا، ولينا حد الساعة مازال ما شفنا حتى شي حاجة، مازال ما عرفناش شنو كاين بالضبط، واش هذا العام، واش العام الجاي، واش العام اللي بعده، ما قرينا حتى شي حاجة. حنا كنطالبوا بالإدماج في أسرع وقت ممكن باش يلاه ما يضيعوناش هاد السنوات اللي قرينا ونكملوا في واحد السيستم اللي هو نورمال كما كنا غادي نساليو ونساليو حتى هنايا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.